السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم مباني في السبيس ميكر. هاجي هنا في اللاين ايديت بيلدينج وابدأ ارسم من هنا لهنا. هو بيرسم المباني بالشكل دوت وبيخلي باله من الارتفاعات بتاعة الاراضي. المنطقة دي احنا مختارينها جنب سواقف، تمام، وده على البحر على طول. المكان ده بنروح نشرب شاي بلبن. طيب كم متر الارتفاع بتاعه؟ خلي مثلا 5، هيبدأ ارتفاع بالشكل دوت، تمام. كم طابق؟ ممكن نخليه 3 مثلا، تمام، وهكذا. بالشكل دوت ونقدر ان احنا نغير في من سيكشن لينس بالشكل دوت. طب هيبقى ريزيدنشال ولا كوميرشال؟ طيب لو احنا بقى عايزين نرسم بوليجان بالشكل دوت، وبعد كده بنشوف البداية بتاعتنا تبقى منين، وبعد كده الارتفاع بتاعنا هيبقى بالشكل دوت مثلا. ونقدر نحدد بقى الخصائص بتاعة المبنى، وممكن نعمل ديفايد لاين او ممكن نعمل زون. نعمل موف، نعمل روتيت، يعني نتحكم في الجايد، نقدر ان احنا نقيس، نقدر ان احنا نشوف الجريد يبقى الماس بتاعه قد ايه في ال 2D. طيب ممكن نبدا نقيس. طيب بعد كده انت بتعمل الديزاين بتاعك وتشوف الخصائص بتاعة المعلومات بقى الخاصة بالسايت، معلومات خاصة بيه، الشمس، النويز. بعد كده ممكن تدخل على اناليسيس عشان تبدأ تحلل كل حاجة في المكان اللي انت بنيته. ممكن تحدد البيلدينج، تمام، يبدأ يجيب لك معلومات عنها، الاريا بتاعتها قد ايه وكل حاجة، او الدور اريا. طبعا هو احنا حددنا اللوكيشن فبنعمل له اناليسيس، بياخد كام دقيقه كده، تقريبا 5 دقايق، يجيب لك تحليل للاماكن اللي هكون فيها الشمس بشكل قوي. وتقدر طبعا تشوف الحاجات هنا 2D او 3D زي ما تحب. هو يعمل اناليسيس وبعد كده يقول لنا الدي لايت، النويز، بيقول لنا حط مصدر للضوضاء زي الروتس عشان تبدأ تعمل التحليل بتاعك. فساعتها هنروح للاير ونضيف حاجة، نبدأ من خلالها زي مصدر للضوضاء. الفيو برضو عاساس لو انت حابب ان انت تشوف ايه المبنى ده، ايه الاجزاء فيه اللي هتشوف مثلا البحر مثلا. الرياح، او بدأ يحلل الضوء بتاع الشمس بالشكل دوت، تمام، وهكذا. الدي لايت يبدأ يظهر معايا، ممكن تقول له انا عايز اشوف الجراوند بس او الاول فلور اهوت. وتقدر تدخل في الخصائص بحيث كل واحدة منهم تبدأ تعدل السيتنج بتاعتها.
طريقة الحساب، لو انت عايز تغير حاجة، عايز تضيف حاجة، الـ outdoor area، الـ sun، تقدر تعدل التاريخ في يوم ايه او الساعة كام، الـ noise، كل الحاجات دي تقدر ان انت تعدل فيها، الـ energy، الـ solar panel، تمام، تعدل فيها ويبدأ هو يعمل updated للـ analysis بتاعك. عمل أنسز هولي السولار بانل.